على وليدات ديالي تنعطيهم على الصباح ياكلوا. ساكنه الصباح تعطلت عليهم داك الخبيز اللي كتبقى لي كتيبس اولا ما تنضيعهاش كنديرها لهم هنايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي صبحتي وكيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم نهار جديد، بغيت نشارك معكم هذا النهار، نشارك معكم شي حويجات فيها هكا غادي نديرها، شهيوة الغدا اللي غادي ندير، يعني ماشي شي شهيوة، المهم شي حاجة خفيفة هكا اليوم بغيت ندير لهم غير شي حاجة خفيفة، وبغيت نشاركها معكم، ويمكن غنشارك معكم في هذا الفيديو كذلك واحد الخريجة هكا خفيفة. الا انا ما جاش الفيديو طويل غنشاركها في هذا الفيديو، واما نخليها لفيديو اخر ان شاء الله. يلا تبعوا معايا هذا النهار هذا، ولكن قبل ما غادي نبداو كنطلب منكم انكم اللي اول مره تيدوز ويشوف هذه القناه ما تنساش دير لي ابوني وتفعل زر الجرس. حتى بالنسبه للناس اللي مابونين معايا، الا كان ما كيوصلكمش الجديد ديالي عاود ديروا ديزابوني وتوليو ابوني، باش ان ديك زر الجرس كتوليو تفعلوه باش كيبقى يوصلكم الجديد، لانه ملي كدوز واحد المده ما كيبقاش خدام ديك الجرس، اذا ما كيبقاش يوصلكم الجديد ديالي. بالنسبه للناس الجداد كنقول لهم مرحبا بكم، الف مرحبا. والناس اللي معايا من اول ما فتحت القناه كنقول لهم شكرا بزاف على التعاليق وعلى الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم، الله يخلينا دائما مجموعين، وان شاء الله غادي نزيدو مازال القدام ومازال عندي الجديد ما غادي نتقاسم معكم. اذا تبعوا معايا هذا الفيديو ويلا معانا. الشهيوه ديال الوقت هي البقوله، البقوله المهم شريتها نقيتها غسلتها في الليل وبيتها كتقطر، وهنا غادي نقيتها وغادي نبدا غادي نقطعها. شوفوا الطريقه ديالي غادي نديرها بسيطه وسريعه لانه مشى الوقت. دابا كيف ما غادي تشوفوا معايا، بالنسبه للبقوله معروفه كناخذوها كنغسلوها ونخليوها تقطر مزيان، وعاد كنقيوها الا كان فيها شربيع ولا كان شي حاجه. صراحه خديتها صدقت لي زوينه، ولكن البقوله الا بغيتيوها تجيكم زوينه هي تاخذوها مخلطه، ما تاخذوش بقوله على مخها، دائما تاخذوا كيكون فيها هذيك الربيع اللي تيكون معاها. هما راهم الناس اللي كيبيعوها راه كيعرفوه، بحال هذا مثلا انا لقيت فيها هذا، كيكون انواع اخرى كاين ديك السلك تيعيطوا له السلك، كاين بزاف الانواع بحال يعني كاين بزاف الانواع ديال الربيع اللي كيتنقل كيكون مع البقوله. المهم نتوما ملي غتمشيو تشريوها تقول له عطينا بقوله مخلطه، كاين اللي كيبيع ديك الربيع بوحدو وبقوله بوحدها، قال لكم شريو قبيطه ديال هذاك الربيع مخلط والبقوله. المهم انها فاش تجيو طيبوها تكون مخلطه، ماشي البقوله على مخها ما تجيش زوينه. اذا انا غادي صراحه انا كنت كنقطعها، ولكن دابا مزروبه غادي نقطعها غليظه وغنديرها في ديك المقطع الكهربائي باش تسربيني الغيا. كنزولو لها غير الغيوص ديالها، يعني انا هنايا راني خاطراها ومنقياها، نزول لها غير هذا الريوس اللي كيكونوا غلاض وصافي، وغادي نبدا نقطعها. هاد الطحال الكهربائي زوين كيفك، بالنسبه للموظفين اللي كيكونوا مزروبين وشحال مره تيمشيو يشريوها مقطعه ناضيه ما كتعرفوش شنو دايرين فيها، واش منقيه ولا ما منقياش، وما غادي ينقيو هادوك اللي كيبيعوها مصوبه، راه كيجمعوا بكلشي وتيقطعوا وتيبيعوا للناس هكاك ديك الشيء. يعني من الاحسن اللي كيكون اما عجزان انه عاد يجلس يقطعها ويعطيها الخاطر ويقطعها بشويه، لانه يخسر خاطر خاصها تقطع رقيقه، اما كيكون عجزان اما كيكون مشغول ما عندوش الوقت. من الاحسن الا كان عنده هاد الطحان راه كيفك. انا دابا حيت مزروبه الصراحه عمري ما درتها فيه، ديما تنقطعها، ولكن دابا حيت مشى الوقت
غادي نديرها فيه وصافي. وغادي هانتوما كتشوفوا بعد ما قطعتها يعني كتقطع مزيان كتطحن وبسهوله. هما حتى ديك العويدات لانه هذه الطريقه اللي كندير هذوك الوراق تنجمعهم بوحدهم، والجهه الاولى اللي كيكون فيها العواد تنقطعها بوحدها حتى كنطحنها بوحدها باش ما كيتخلط مع الوراق ما كيتضعقوش مزيان هذوك العواد. اذا هذوك بوحدهم يتطحنوا والوراق تيتطحنوا بوحدهم. هانتوما كتشوفوا ها هي العواد يعني ديك العويدات ديال البقوله، وهذه الجهه ديال الوراق يعني كلشي تطحن مزيان. بالنسبه للقزبر والعدنوس اللي حتى هو طحنته كنديروه هو اللي من التحت لان كيبقى طياب. وغادي ندير كذلك الثومه تقريبا راس كبير يكون ديال الثومه، وعلى حسب الرغبه كاين اللي كيبغي يكثر لان البقوله هي الثومه، الا ما كثرتيش فيها الثومه راه شي ما قضيتيه. انا هنا درت راس كبير، النص ديالو تنديرو مع هاد الشيء لداخل باش كيطيب، والنص غادي نطقو مع الشرموله اللي غادي ندير. ندير هنايا هادو وغادي ندوز معاكم نصوبو نوجد واحد لابانيي بالخضرة والطون، كيجيو غزالين كيجيو خفيفين كذلك للغدا ولا للعشاء اللي بغيتيو. انا الدراري كيبغيوهم طلبوهم لي هاد النهار قلت نديرهم لهم. لان بالنسبة للابانيي على ما يطيب لي بطاطا حيت غنحتاج فيهم البطاطا مسلوقة، انا درتها في هاد الما اللي هنايا باش هكا منضيعوش، درتها في هاد الما تسلق لي ورجع معاكم باش نوريكم المقادير. عندي هنايا جوج بيضات وعندي 130 غرام ديال الدقيق الفرص 120 حتى 130، عندي هنايا 150 مليلتر ديال الماء، عندي هنايا جوج بطاطات سلقتهم جوج بطاطات كبار اولا ثلاثه متوسطين سلقتهم، وهنايا معكتهم باش ما يبردوليش عاد من هذا هادو من بعد غادي نستعملهم. وعندي هنايا الحشوه اللي غادي ندير معاهم، عندي فلفله حمراء وخضره مقطعه وكذلك البصله مقطعه رقيقه، وعندي الطون، وهنايا المطار ومليحه وشويه ديال السكر. اذا هادشي اللي غادي نحتاجو والزبده، عندي هنا مدوبه واحد جوج معالق ديال الزبده اولا ديال الزيت، انا غادي نديرهم بلا باتاشو. غناخذ الاناء نوضع فيه الملحه والسكر، معلقه كبيره ديال السكر وطريقه ديال الملحه، وغادي نضيف ديك جوج معالق ديال الزبده والماء اللي عندي، وغادي نخليه يغلي. مجرد ما يبدا يغلي كنفرغ ديك الدقيق فوق منه وتنبدا نخلط هكا كيولي لي بحال العجين، كنبقى نخدمه فوق العافيه باش كيطيب لي ديك الطحين ما كيبقاش خضر. من بعد كناخذ ديك البطاطا اللي مسلوقه ومعوكه تنفرغها في واحد الاناء وتنضيف لها واحد شويه ديال الحليب، وانا كنخدمها باش تولي لي بحال بيغي يعني تولي مطلوقه شويه، تقريبا ما بين 6 حتى 8 المعالق ديال الحليب معالق كبار، وكنبقى نخدمها هكا. وعاد غادي نضيف لها ديك لاباطاشو كنبقى نخدمهم بجوج باش يتجانسوا، وعاد غادي نضيف البيض ديالي اللي عندي ونضرب بالباتور. اذا بالنسبه للبيض كنضيف غير وحده بوحده يعني كنضيف الاولى ونضرب، وعاد غادي نضيف الثانيه عاوتاني ونضرب. كنتحصل على واحد العجينه اللي هي رطبه كيف ما كتشوفوا. وعاد غادي نضيف التوابل، غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال المطاط ونضيف الملحه على حسب الذوق، شويه ديال البزار، وغادي نضيف واحد الحقه ديال السحتار، غنخلط هاد العناصر باش تجانس. وعاد غادي نضيف الخضر ديالي والبصله والطون،
صافي، وكنوضع هذا الخليط جانبا حتى كنقرب، لان باش تنقل سخونه حتى كنقرب نحتاجها للماكله، وعاد غادي نقليها. دابا راكم بعد ما طابت لي البقوله انا خليتها كتقطر، وغادي ندوز على شرموله. انا شرموله كما كتشوفوا كنصوبها على طريقه قديمه بالمهراز، ما كاين ما احسن منها في المهراز. هنايا انا درت داك القزبر ديالي اللي مدقوق، ودرت له الزيت، خلاص مدقوق بالثومه والملحه. هنا غادي ندير فلفله حمراء، هاد جوج معالق هكا، وغندير شويه بزار، وغادي ندير الحار. انا غندير عندي هذا الهريسه، هاد الفلفله غندير واحد شويه على حسب الدراري، ما تيكونليش الحار بزاف، اللي كيبغي بزاف يمكن له يدير اكثر. وغادي نديها ونجيبها هكا، غندير الكمون، باش ما كتحرقليش الشرموله، ليها طريقه مهيبه نخليها كتقلى واحد شويش، عاد نرمي عليها هذيك البقوله باش تخلط معاها. اذا بعد ما قطرات لي ديك البقوله كنضيفها على الشرموله وتنخلطها مزيان معاها باش كتجانس، وتنبقى مقابلها على نار مهيله باش الا كان مازال فيها شي ماء كتشرب، وكتبقى كتقلى غير في الزيت حتى كتوقف في ليدام ديالها وانا تنحركها. اذا غادي نخليها جانبا على نار مهيله وانا كنقابلها، وغادي نرد المقله ديالي تسخن باش نقلي لي بانيي، تكون الزيت سخونه باش نبدا نقليهم. غادي ناخذ هنايا المقله ندير فيها الزيت، وغادي ناخذ جوج معالق هكا في الزقوم بالماء هكا باش ما كتلصقش فيهم العجينه، وكنحاول انني ندير هاد هكا. باش كيجيو هكا معوضين وصافي، نحاول ما نديرهمش كبار باش يطيبوا لي من الداخل، لان الا درتهم كبارين ولا غلاض غادي تبقى العجينه لداخل ما طيباش. صافي بهاد الطريقه هكا. وكنديرهم شي حاجه صعيبه، وبغيتو كانت عندكم ديك معلقه ديال الكلاص يمكن لكم تصوبوا بها، واما غير بيديكم هكا دهنوا يديكم بزويته. بغيتو ديرهم يعني على شكل دائري يعني كريسات هكا ديروهم. دابا نستمر على هذه الطريقه، وغادي نحمرهم مزيان حتى يتحمروا، ندوزو نشوف معاكم الشكل النهائي. بالنسبه للبقوله ديالي هي كتقيله هنايا، غادي نضيف لها الليمون الحامض، وغادي نضيف لها زويته بلديه، هي كل ما كانت الزيت بلديه مزيانه كتجيبها غزاله. التقليمه ديالي ديال اليوميه هادي، نكمل هاد البنيه بالقليه نقليهم ونتقلى لي هاد البقوله ديالي، وغادي ندوز نشوف معاكم الشكل النهائي ديال الغديوه.
الغداء ديالي ديال اليوم هو هذا، بسيط متواضع تحت طلب الوليدات ديالي. البقوله كيف ما شفتي والطريقه ديالي في التحضير ديالها، زينتها بشويه ديال الزيتون ولبني، كيجيو مقرمشين ومحمرين، كيجيو لذادين. كنتمنى انكم تجربوهم. رافقتهم بلا صوص موطارد والمايونيز، يمكن لكم ديروا اي صوص بغيتيو. ودرت شليضه هكا متنوعه بالمايونيز كذلك. كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وتخليوا لي اقتراحاتكم، اسئلتكم، ارائكم في التعاليق. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.